وئام التحماني واحد الفنانة مغربية اللي كانت مقيمة في دولة الإمارات. وفي سنة 2018 بالضبط 22 أبريل وئام التحماني كانت كتجهز نفسها باش أنها تمشي للطاقم التصوير ديال واحد المسلسل اللي كانت لعبة فيه دور البطولة، ولكن الطاقم ديال التصوير غادي يتفاجئوا بأن وئام التحماني ما جاتش في الوقت اللي مولفة كتجي فيه دائما، وهنا غادي تزاد القلق ديالهم وغادي يدخلوا المواقع التواصل الاجتماعي ديالها وما غاديش يلقاو حطها حتى شي حاجة، لأن وئام كانت نشيطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فمن بعد ساعات بداو كيتصلوا بها وئام ما كتجاوبش كاع نهائيا، وهنا غادي تزاد القلق ديالهم اكثر وغادي يمشيو عندها المنزل وغادي يدقوا في المنزل ديالها، ولكن وئام ما غاديش تجاوبهم كاع نهائيا. هنا غادي يتجهوا مباشره للشرطه الاماراتيه وغادي تجي الشرطه للمنزل ديال وئام وغادي يقتحموا المنزل ويهرسوا الباب وغادي يدخلوا، والمفاجاه كانت ان وئام التحماني مرميه في البيت ديالها وشابعه موت. شنو السبب في الموت ديالها؟ هادشي اللي غادي نعرفوا في هذا الفيديو هذا، لان التشريع الطبي غادي يقول بان السبب هو سكته قلبيه لا غير، ولكن من بعد غادي تبانوا بان هناك اشخاص متورطين في هذه القضيه هذه، لان القضيه كبرات وكبرات بزاف. وشنو العلاقه ديال الحساب ديال حمزه مون بيبي مع هذه الواقعه هذه؟ وشنو الاحداث ديالها؟ وشنو الجديد في هذه المسائل هادو اللي ولاو دايرين ضجه مؤخرا؟ مرحبا بكم معنا في قصه جديده وفيديو جديد، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره غادي تشوف القناه ديالي، ما عليك غير دير سبسكرايب والتعليق يكون زوين ومحفز وتفعل زر الجرس باش يبقى يوصلك دائما الجديد. Let's go نبداو القصة ديالنا ديال اليوم. اولا وبعد كل شيء اذكروا امواتكم بالخير. وئام التحماني هي ابنه مدينه القنيطره، كبرات وتزادت في مدينه القنيطره حتى لسن 14 سنه. كان عندها اخ اكبر منها، ولكن المشكل اللي كان عندها هو ان الام والاب ديالها غادي يتفارقوا في السن ديال 14 سنه ديال وئام التحماني. الاب ديالها كان كيمشي بزاف لدوله كندا، يمكن كان هذا هو السبب في الطلاق ديالو هو والام ديال وئام. فمن بعد ما تطلقوا ام وئام غادي تهز وئام هي والاخ الاكبر ديالها وغادي تمشي لدوله الامارات تستقر فيها. فمن بعد اشهر قليله ام وئام التحماني غادي تزوج بشي رجل اعمال في دوله الامارات. وئام التحماني غادي تكمل الدراسه ديالها في دوله الامارات وغادي تنجح بواحد الشكل كبير وكبير بزاف، وغادي تخرج طبعا في الدراسه ديالها. فمن بعد وئام التحماني بغات تحقق حلم الطفوله ديالها انها تولي شي مغنيه اولا شي ممثله اولا شي مقدمه برامج اللي تكون معروفه ومعروفه بزاف في الساحه الفنيه. فعلا غادي تجيها الفرصه وغادي تولي تقدم واحد البرنامج ديال الصباحيات في قناة دبي تي في. فموراها ولات وئام التحماني كتكتسب بعض الخبرة من هاد البرامج هادو، ولات كتعرف شخصيات. هنا قررت انها دير واحد الفيديو كليب ديالها في سنة 2010 اللي كان دار واحد الجال اللي كبيرة وكبيرة بزاف، وهنا فين غادي تعرف وئام التحماني بشكل اكبر في الشرق في الخليج وفي الهند ايضا، لان كانت في فيديو كليب كانوا فيه بعض الثقافات ديال الهنود. لذلك وئام التحماني موراها غادي تولي تقدم واحد البرنامج اللي في واحد القناة اللي كانت معروفة بزاف اللي هي يازي افلام. كانت كتقدم هذا البرنامج وكانت كتستضيف المع النجوم ديال بوليود والمع النجوم ديال السينما ديال الهنديه اللي كان شاروخ خان الى ما غير ذلك، كان واحد النجوم اللي معروفين ومعروفين بزاف في الساحه ديال السينما. فهنايا وئام التحماني غادي تولي تعرف شخصيات كبيره وكبيره بزاف، تولي تعرف ممثلين منتجين مخرجين الى ما غير ذلك، وغادي تولي دير اعمال ديالها مالها الخاص. هنا غادي تولي وئام التحماني معروفه بشكل كبير وكبير بزاف، ولكن دائما يعني في البرامج اللي كدير وئام التحماني اولا في شي برنامج حيت كيستضفوها وكيبقاو كيسولوها، كانت دائما ما كدوي على الكواليس، يعني الاشياء اللي كتعرض لهم وئام التحماني والاشياء اللي مهددين الحياه ديالها بالخطر، وبعض الناس اللي هما اقرب الناس ليها اللي هما اصحاباتها اللي دائما ما كيهدوها بشي اشياء اللي ما كتقدرش تقولهم هكا على المباشر في البرامج اللي كدوز فيها، ولكن دائما ما كانت كتبين ان هناك ما خفيه اعظم. فواحد البرنامج كنعقل كانت قالت ان الفن عفن، هذا هو المشكل الاكبر في المسيره ديال وئام التحماني اللي غادي يخرج عليها. دائما ما كانت كتقول في التصريحات ديالها ان هناك بعض الاشخاص اللي هما صديقات ديالها كانوا دائما ما كيبغيو يجروها للطريق اللي هو راكم عارفينه فين كيدي، الطريق اللي كتربح منه بعض الاموال وبعض الاعمال اللي هي كبيره وكبيره بزاف، ولكن الطريق ديالو كبيره وكبيره بزاف وما عمرك غادي ترجع منها. لذلك وئام التحماني ما كانتش باغا تمشي في هذا الطريق، وكانوا الصديقات ديالها دائما ما كيلحوا عليها انها تقوم بعض الاشياء مقابل المال او لا مقابل اعمال اللي كبيره وكبيره بزاف. وئام كانت كترفض لانها بنت اصول وبنت مغربيه وتربت وكبرت
مرات بين اب وام مغربيه وبقات عاقله على الاصل ديالها، لذلك ما بغاتش دير هذا الشيء. فهذا الشيء اللي ضايقها بزاف، وكانت كتقول دائما بانها كتفكر في الانتحار وتحد الحياه ديالها بسبب هاد الضغوطات هادو اللي كتعرض لهم في المجال الفني ديالها. قالت بان الا بقاو هاد الناس هادو كيلحوا عليها وكيضغطوا عليها باش انها دير هاد الاشياء هادو مقابل اعمال ومقابل مال، فغادي تفضحهم وغادي تقول الاسماء ديالهم امام الجميع وغادي تعرفوا شكون هما هاد الناس هادو. فهنا وئام التحماني في سنه 2018 غادي تقرر انها دير واحد المسلسل اللي هو خاص ديالها، وتكون هي البطله في هذا المسلسل ووجدات المال الكافي لهذا المسلسل والممثلين الى ما غير ذلك وطاقم التصوير، كل شيء اللي غادي تحتاج في هذا المسلسل وجدته وئام التحماني باش انها دير واحد العمل اللي غادي يكون خاص بها وما تكونش من تحت شي واحد اللي غادي يسيطر عليها ويقول لها شنو ديريها شنو ما ديريش او اللي يفرض عليها شي اشياء اخرى مقابل انها تلعب دور البطوله. راكم فهمتوا علاش كندوي؟ وئام التحماني فعلا بدات في هذا الشيء هذا، وبدات في سنه 2018 في التصوير ديال هذا المسلسل، ولكن في 2018 22 ابريل بالضبط كان هنا النهار الاسود حياتي. اكيد راودتني الفكره مليون الف مره، وهذا شيء طبيعي. الضغوطات النفسيه من الاهل من الاصدقاء. 22 ابريل سنه 2018 وئام التحماني كانت كتجهز نفسها باش انها تمشي للتورناج ديالها وتكمل التصوير ديال المسلسل الخاص بها اللي لعبها فيه دور البطوله. فهنايا طاقم التصوير غادي يتفاجئوا بان وئام التحماني تعطلات وما مولفاش كتعطل بحال كيف ما تعطلت داك النهار. غادي يبقاو يتصلوا بها وما غاديش تجاوبهم، غادي يدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي ديالها وما غادي يلقاو حتى شي حاجه جديده عندها، لانها دائما ما كانت كتشارك اليوميات ديالها مع المتابعين ديالها. فمن بعد غادي يمشيو للمنزل ديالها وغادي يدقوا عليها وحتى شي واحد ما غاديش يجاوب، وهنا فين غادي يتصلوا بالشرطه الاماراتيه وغادي يجيو المنزل وغادي يقتحموا المنزل وغادي يلقاو وئام التحماني ميته في الغرفه ديالها وشبعانه موت. هنايا غادي يديوها وغادي يديروا لها التشريع الطبي وغادي يخرجوا النتائج وغادي يعرفوا بان وئام التحماني ماتت بازمه قلبيه وما كانتش كتعاني حتى شي مرض كاع نهائيا. فمن بعد التحقيقات ديال الشرطه الاماراتيه رجعوا للكاميرات ولقاو بان هناك امراه منقذه دخلت للشقه ديال وئام التحماني، ولكن ما قدروش يوصلوا لهذه المراه شكون هي او لا بصمات او لا اي شيء اللي غادي يخليهم يمشيو في التحقيقات هذا ويعرفوا شكون هي هذه المراه اللي دخلات. وممكن ايضا انه يكون رجل في شخص يعني داير حتى هو النقاب في مظهر ديال الامراه، لذلك يعني هذا الملف هذا غادي يبقاو يبحثوا فيه واحد المده والشرطه الاماراتيه غادي تغلق هذا الملف هذا بصفه نهائيه. من بعد ايام قليله على الموت ديال وئام التحماني غادي تطلع واحد التدوينه على موقع تويتر من عند واحد الشخص اللي كان معروف في الشرق وكان معروف في دوله لبنان، اللي كان كيدير دائما مقالب وكان دائما كيدوي على الشخصيات والفنانين والفنانات اللي كاينين في الساحه الفنيه ديال الخليج. فهنايا غادي يطلع وغادي يقول بان موت وئام التحماني ما كانش موت عادي وكان من فعل فاعل، لان الشخص اللي كان بان في الكاميرا اللي هي امراه منقبه كان هو الشخص اللي بغى يتخلص من وئام التحماني، لان قال بان وئام التحماني كانت دائما واحد الشخصيه كتبغي تصدرجها للمنزل وكتبغي دير معها شي حوايج اللي ماشي هي، ولكن وئام كانت دائما ما كترفض، وهذا هو السبب اللي خلى داك الشخص يصيفط شي واحد باش انه يتجنى من وئام التحماني. والغريب في الامر هو ان هذا الشخص هذا من بعد التدوينه 24 ساعه غادي يلقاوه ميت حتى هو في الغرفه ديالو بنفس الطريقه ديال وئام التحماني. ظلت الامور حتى سنه 2020، هنا غادي تخرج واحد الحاجه اللي غادي تغير مجرى ديال القضيه هذه كامله. خرج واحد الحساب اللي سميتو حساب حمزه مومبيبي اللي كان ناشط في الانستغرام بزاف وكان كيحط بعض الصور وبعض الفيديوهات على بعض الفنانات المغربيات اللي مقيمين بالخارج، صور اللي صراحه كتخدش للحياه ديالنا كمجتمع مغربي محافظ الى ما غير ذلك. ولقاو بان بعض الفنانات المغربيات اللي كانوا متورطين بانهما اصحاب هذا الحساب هذا، لان الشرطه المغربيه هي اللي كانت كتقول هادشي، هادي ماشي من الهضره ديالي انا وديال ديال شي واحد اخر. بقاو هاد الاربعه ديال الاشخاص هما اللي متهمين بانهم هما صحاب هاد الحساب هذا ديال حمزه مومبيبي، وقالوا بان حتى وئام التحماني كانت معرضه للابتزاز من هاد الاشخاص هادو، لان احد الصديقات ديالها كيف ما حكات وئام التحماني على لسان ديالها في اخر برنامج ديالها كانت حضرات ليه، قالت بان احد الصديقات ديالها المقربه كان اقترحت عليها انها تمشي تقوم بواحد الحفل مع واحد الشخص اللي عنده نفوذ كبير وكبيره بزاف في دوله الامارات مقابل واحد العمل اللي كبير وكبير بزاف،
ولكن وئام التحماني رفضت لانها ما بغاتش دير هذا الشيء، عكس بعض الفنانات اللي كيديروا هذا الشيء هذا طريق الشهره ديالهم او طريق باش يربحوا اموال اللي كبيره وكبيره بزاف. فمن بعد ما وئام التحماني رفضت هذه القضيه هذه ولات يعني داخله معاهم كعدوه ديالهم، ولاو كيحاربوها باي شيء ان كان باش يطيحوا بها. وكيقول واحد الشخص اللي هو لبناني اللي كان دار ديك التدوينه بانه وئام التحماني هي ضحيه ديال هذا الشخص ديال هذا الشخص هذا اللي كان بغى يعني يجيبها لعنده وما بغاتش، وهي يعني الموت ديالها كانت من فعل فاعل ماشي موت عادي كيف ما كيقولوا الشرطه الاماراتيه. عائشه عياش هي الصديقه المقربه ديال وئام التحماني قبل الموت ديالها، لذلك يعني عائشه عياش هي ايضا متهمه في القضيه ديال الحساب ديال حمزه مومبيبي، وباقي الاجراءات يعني مفتوحه وباقيين بزاف ديال الحوايج غادي تعرفوا مستقبلا. فلذلك يعني التهمه الاول الموجهه لعائشه عياش لان ممكن يكون عندها اليد في هذا الشيء هذا، هادو غير مجرد يعني اراء ونظريات يعني من خلال التحقيق ديال الشرطه المغربيه في هذا الموضوع. هذا ماشي كلام ديال شي شخص اخر من غير السلطه المغربيه اللي كتحقق في هذا الموضوع هذا. في قديم الايام ممكن اننا نعرفوا بزاف ديال الحوايج جديده في هذا الموضوع لان باقي البحث في هذه القضيه هذه، وممكن يبانوا اشياء جديده وجديده في هذا الموضوع هذا. وحتى الموت ديال داك الشخص اللي كان معروف في لبنان اللي كانت عنده واحد كان عنده واحد الموقع ديال المشاهير كان دائما كيتكلم عليهم او كينتقدهم، حتى هو يعني باقي الاجراءات ديالو في دوله لبنان باش يعرفوا شكون هو الشخص اللي قتله او حتى هو مات موت عادي، لان الموت ديالو مع الموت ديال وئام التحماني كان مشابه شيئا ما، وما لقاو حتى شي اثر كاع نهائيا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم على وئام التحماني، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وشنو نتوما نظركم في هذه القضيه هذه؟ خليولي في التعليقات الاراء ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. السلام عليكم.